اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن قميص فريق لوس انجلوس ليكرز لعام 2020 والذي حقق به الفريق انجازا استثنائيا في الدوري الامريكي لكره السله، بعدما نجح الفريق في الحصول على لقب الدوري للمره 17 في تاريخه، وذلك بعد التفوق على فريق ميامي هيت في الدور النهائي من هذه البطوله. وعادل بذلك ليكرز الرقم القياسي لغريمه بوستون سيلتكس في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الامريكي برصيد 17 مره لكل منهما. وكان اهم عناصر الفريق ذلك الموسم صاحب هذا القميص، وهو ليبرون جيمس والملقب في أوساط اللعبة بالملك جيمس. ومات اللاعب في هذا الموسم هو أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع ثلاثة فرق مختلفة، حيث كان ليبرون قد بدأ مسيرته في دوري المحترفين موسم 2003 مع فريق كليفلاند كافاليرز ولعب في صفوفه لمدة 7 مواسم قبل أن ينتقل في عام 2010 إلى فريق ميامي هيتس، وشارك معه حتى عام 2014 ليعود مرة أخرى إلى فريق كليفلاند، لكنه توجه صوب لوس أنجلوس ليكرز في بداية عام 2020 لتظهر كما يقول النقاد وخبراء اللعبة النسخة المحدثة للراحل الأسطورة كوبي براينت. تدري بأن ليبرون جيمس يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بمواسم الـ NBA وهي 19 موسماً، وقد توج خلالها باللقب 4 مرات، 2 مع ميامي هيت و1 مع كليفلاند، إلى جانب اللقب الرابع بهذا القميص مع لوس أنجلوس ليكرز. كما نال لقب أفضل رياضي في أمريكا مرتين في عام 2013 وأيضاً 2016، ويعد الملك جيمس واحداً من 7 لاعبين تخطوا حاجز 30,000 نقطة في تاريخ هذه البطولة، برفقة أسماء أساطير أمثال كريم عبد الجبار، كوبي براينت، إلى جانب مايكل جوردن. كما كان ليبرون قد فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية لكرة السلة مع المنتخب الأمريكي مرتين، الأولى كانت في دورة بكين في عام 2008 والثانية جاءت في دورة الألعاب الأولمبية في لندن في عام 2012. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.